لمناقشة ملف أزمة أحزاب العملية السياسية في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدوليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور. تحالف الفتح أعلن عن موافقة الكتل السياسية على المضي في تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ التوافق والشراكة بعد انسحاب الكتلة الصدرية. كيف تقرأ هذا التطور السياسي، وهل يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت، أزمة تشكيل الحكومة، أو أنها في طريقها إلى الانتهاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناة الرافدين وللعاملين عليها. أولا، هي بداية الأزمة وليست نهاية الأزمة. الأزمة السياسية بدأت بالاحتلال وتنتهي بانتهاء منظومة الاحتلال، ولكن هذه الأزمات المتلاحقة منذ 2003 والتجاذبات السياسية لم تخرج عن الإطار الذي صممت له العملية السياسية منذ البداية. وكل من طاف في هذا الفضاء السياسي المليء بالفساد لن يخرج عن هذه الدائرة مهما طال الزمن ومهما ادعى من التغيير ومن إمكانية الخروج من دائرة التوافق السياسي المبني على الطائفية والمحافظة الطائفية. لأن الذين أتى بهم المحتل منذ البداية روضهم على هذا ودربهم على هذا وأمكنهم من ما يريدون من الطمع في الدنيا وطمع المكاسب الفاسدة، فبالتالي الخروج من هذه الدائرة أصبح من المستحيلات إلا بأن يرفع هذا القدر الفاسد عن النار كما يقال. فبالتالي عندما يقول أنه الحكومة التوافق، التوافق على ماذا؟ إذا كان المرشحون الذين تم انتخابهم بطريقة أو بأخرى، سواء كانت هذه الطريقة بالتزوير بما كانت، انسحبوا من أين أتوا المرشحون الباقون الذين يحلون محلهم؟ هل هم منتخبون من قبل الشعب العراقي؟ الجواب لا. إذا الحكومة القادمة هي أزمة وليست حكومة أزمة أو حل أزمة. ثم كيف يمكن دكتور لهادي العامري وغيره من قادة الإطار المنخرطين بأعمال قتل على الهوية أن يصل إلى سدة الحكم في البلاد؟ ما مخاطر ذلك خلال المرحلة المقبلة؟ نحن قلنا منذ البداية وبمرات عديدة أن هذه التشكيلة تشكيلة إيرانية، وإيران هي التي تفوز في تشكيل الحكومة كما تريد. وإن ادعى الكثيرون بإمكانية الخروج من العصا الإيرانية وتشكيل حكومة بها قليل من النفس الوطني، هذا لم ينجح ولن ينجح. أقول لهم منذ البداية، لأن من يتحكم بمفاصل الأمن الوطني داخل العراق هم الميليشيات الإيرانية تحديدا وأتباع إيران، يستندون على هذا استنادا كاملا. والزيارات المكوكية الإيرانية إلى كل أعضاء العملية السياسية أوصلوا القناعة بأنه لن تكون حكومة إلا بما تريده إيران. فبالتالي الآن الذين يهللون لهذه الحكومة هم أتباع الجهة الإيرانية، وإرجاع العراق إلى مربع القتل وحمامات الدم التي نسأل الله أن لا تكون، ولكن القائمون على هذه العملية السياسية المشاركون فيها والمهللون لها هم حقيقة من هذا الجانب. هنا دكتور، نعم، من جانب آخر تفضل باختصار لأن هناك العديد من الأسئلة دكتور. ومن جانب آخر أنه أليس هناك حلا دستوريا عندما تفشل هذه المنظومة الحكومية المنتخبة حسب الدستور الحالي المتهرئ؟ ألا يجب حل العملية السياسية وحل البرلمان وفق الدستور وعدد انتخابات جديدة؟ أليست هذا هو الحل الأمثل الأفضل من اللف والدوران في هذه الطريقة؟ طيب، يعني في هذه النقطة تحديدا دكتور، وعند السؤال عن انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، على ماذا يعول في المرحلة المقبلة؟ هل سيلجأ إلى الشارع وهو خيار يعني مهم بالنسبة له بعد أن كان شريكا رئيسا في العملية السياسية في حكومات ما بعد عام 2003، أم أنه سيلتزم الصمت مثلا؟ أنا لا أعتقد أن التيار الصدري سيلتزم الصمت. أنا هذا الأمر لأنه هذا مجرد العملية السياسية، الخوف من الخوض في صراعات جانبية وصراعات دموية تحت غطاءات مختلفة، وهذا هو الذي جعل التيار الصدري ينسحب، لأنه أو تخوفهم أن العملية السياسية أيضا السقوط، فلا يريد أن يكون
من ضمن هذه الفئة التي سيثور عليها الشعب ويخرج خارج الحكم. أنا أعتقد أنه القادم سوف يكون أخطر مما مضى، والتخوف من الانخراط في حمامات الدم من جديد، لأنه القائمين على هذه العملية هم التيار المعروف المالكي ومن التيارات الإيرانية المتشددة التي أنشأت الميليشيات لهذا الغرض. فبالتالي المنسحبون من العملية السياسية ماذا سوف يكون دورهم بالمستقبل؟ هل يلزمون الصمت؟ هل يعودون العملية السياسية؟ هل عودتهم سوف تكون مرحب بها أو غير مرحب بها؟ الخاسر الوحيد هو من وضع الأماني على عملية محكوم عليها بالفشل منذ البداية. ما بني على باطل فهو باطل. لاحظ كثير من الذين يريدون أن يزرعوا الأمل في عملية ميتة ولدت ميتة، لأنها لم تكن من رحم الشعب العراقي. يعني عندما نقول أن هذا المسمى وهذا المسمى فشلت أمام الشعب العراقي بكل طوائفه بكل مذاهبه بكل قومياته. طيب دكتور نعم دكتور، تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قال إن الإطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر وهو المكون الشيعي. لماذا يصر شركاء العملية السياسية على المراهنة على المحاصصة الطائفية التي أثبتت فشلها في العقدين الماضيين؟ لأنهم لا سلاح لهم سواها، لا يملكون شيئا سواها، لا يملكون وطنية، لا يملكون حقيقة إنجاز على الأرض، لا يملكون شيء ينفع الشعب العراقي، لا يملكون حجة يستطيعون أن يخرجوا للشعب العراقي ويتمزقون به إلا أنه المكون. يا أخي ماذا قدمت للمكون؟ البصرة والعمارة والناصرية والواسط والكربلاء والنجف خرجت عليكم برمتها كارية لكم تلعنكم ليل نهار. أين المكون؟ مكون من؟ هم هذا المكون يعني بين هلالين أنهم هم أتباع إيران، أنه هم اللي يعبرون عن المصلحة الإيرانية داخل العراق. هذه هي الحقيقة. أما الغطاء المكون ويتكلم بصراحة أنه الشيعة في العراق وسنة في العراق، والله لعنكم الشارع العراقي كله. يعني ألا يكفي دما في هذا الشعب؟ ماذا قدمتم للمكون؟ يعني طوفت من كل المسميات الأخرى، دمرتم ثلثين العراق، والثلث الباقي يعيش في الجوع والقهر والويلات والحرق وإلى آخره. ومن يقول لكم كلمة حق يقتل نهارا جهارا، والذي تاجر بالمخدرات مع إيران يطوف العالم ويطوف العراق، والقضاء فاسد والأمر أصبح لا يطاق. فإذا أي مكون تتحدث عنه؟ وهو يمنع هذا الشخص يمنع من دخول المحافظات علنا ويحاربونه علنا، هذا الشخص الذي يدعي أنه مثل المكون. إذا ضحك على من؟ يعني هذه إلى لا يكفي 20 سنة من التجهيل المتعمد والتخلف وسرقة المال العام وسرقة آمال الشعب العراقي، وأصبحت البلد لا زراعة ولا صناعة ولا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا تعيين ولا يعني أي مكون يتحدثون عنه. شكرا دكتور. شكرا دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.